رئيس دائرة معسكر ورئيس بلدتها، السادة المدراء التنفيذيون، زملائي الأساتذة أعضاء الأسرة الجامعية والشركاء الاجتماعيون ورؤساء التنظيمات الوطنية منها والولائية، السادة الأئمة وأعيان ولاية معسكر، السادة أعضاء الأسرة الإعلامية، بناتي وأبناء الطلبة، ضيوفنا الكرام، كل باسمه ومقامه، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في جامعة مصطفى الإسطنبولي معسكر. بادئا ذي بدء باسمي وباسم كل الأسرة الجامعية وأعيان هذه الولاية، أود أن أهنئكم سيد الوزير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الثقة التي وضعها في شخصكم السيد رئيس الجمهورية بتعيينكم وزيرا على القطاع. كما أتقدم بالشكر الجزيل لسيادتكم على اختيار ولاية الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وجامعة معسكر للإعلان عن افتتاح الموسم الجامعي 2022-2023 لأول مرة منذ تأسيسها. فهذا شرف لولاية العلماء والأولياء، الأمراء والأتقياء، الكرماء والأسخياء، فشرف الله قدركم وعلى مقامكم صنيع جميل صنيعكم هذا، ورفع درجاتكم ووضعكم في كنف قوله تعالى: يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السيدات والسادة الحضور، إن السنة الدراسية الفارطة قد تمت في ظروف خاصة وصعبة للغاية لأسباب لا يجهلها القاصي ولا الداني، فبفضل الله عز وجل وتضافر كل الجهود المبذولة من طرف كل أعضاء الأسرة الجامعية تم تجاوز كل الصعوبات والعقبات، فلله الحمد والمنة. وأغتنم هذه الفرصة لتقديم تحية تقدير وعرفان إلى كل أعضاء أسرة الجامعية، أساتذة إداريين ومهنيين، لسهرهم على إتمام جميع الامتحانات والمداولات، مما مكننا من تسليم شهادات التخرج للطلبة في نهاية شهر جويلية. فهذا مكسب سجلته جامعتنا في كونها كانت من الجامعات السباقة على مستوى الوطن في إنهاء الموسم الدراسي السابق في أجاله محددة. بلغت إعداد طلبتنا حوالي 22,500 طالباً في كل التخصصات والأقطار. والتحق بجامعة مصطفى إسطنبولي هذا العام أكثر من 5,260 طالب تم تسجيلهم وتوجيههم إلى مختلف الميادين والتخصصات باعتماد نظام بروغرس، كما تم التكفل بهم جميعا من ناحية الإيواء والإطعام والنقل والتقطير. ضيوفنا الكرام، إننا نسعى إلى إرساء علاقة وطيدة بين جامعتنا والمؤسسات العمومية والاقتصادية، تهدف إلى وضع قطاعنا في قلب التنمية الشاملة للوطن. فقد وقعنا أكثر من 23 اتفاقية شراكة مع مديريات ومؤسسات وطنية وجامعات مجاورة، وذلك لتقريب الجامعة من محيطها الاجتماعي والاقتصادي، مما أدى إلى تحسين نوعية التكوين من خلال التربصات الميدانية ورسالات التخرج التي قام بها الطلبة في هذه المؤسسات. دون أن ننسى أيضا توقيع أكثر من 15 اتفاقية دولية مع جامعات عربية، أوروبية، أمريكية وكندية، تهدف إلى تسهيل حركة الأساتذة والطلبة في إطار التربصات في الخارج. السيدات والسادة الحضور، تحتوي جامعتنا على 20 مخبر بحث معتمد في تخصصات عدة، مجهزة بأحدث العتاد العلمي، أثمرت على نشر أزيد من 450 مقال دولي خلال السنة الفارطة حسب قاعدة سكوبوس، مما مكننا احتلال المرتبة الثانية وطنيا في تصنيف الجامعات أغري ساينس للاقتباسات العلمية. ضيوفنا الكرام، إن مسعى جامعتنا
ومواكبة المستجدات الوطنية ومسايرة الأحداث الدولية، إذ قمنا بتنظيم أكثر من 60 تظاهرة علمية باستعمال تقنية التحاضر عن بعد. كما أنشأنا حاضنة للابتكار ومشاريع المؤسسات معتمدة لدى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة للابتكار والمؤسسات الناشئة. هذه الأخيرة قامت بتكوين الكثير من الطلبة المقبلين على التخرج، بغية إعطائهم دفعة جديدة في مجالات التربص والتدريب للولوج إلى عالم الشغل من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة أو ناشئة بأقطار عصرية تساهم في امتصاص البطالة المحلية والنهوض باقتصاد البلاد. وهذا كله بدعم من الوزارة الوصية تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لإنعاش الاقتصاد الوطني من أجل جزائر جديدة. أيها الجمهور الكريم، من أهدافنا أيضا تحسين الحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي من خلال الحرص على نظافة الهياكل والاعتناء بالمساحات الخضراء، وكذا إنعاش فضاءات للنشاطات العلمية والثقافية والرياضية، حيث نظمنا وشاركنا في العديد من البطولات الوطنية للرياضة الجماعية والفردية، أين تحصلنا على العديد من المراتب الأولى وطنيا، وهذا بدعم من السلطات المحلية وعلى رأس السيد والي الولاية بمعية مديرية الشباب والرياضة. ضيوفنا الكرام، قمنا كذلك بتفعيل وتعزيز قواعد الحوار الهادئ والهادف المبني على أخلاقيات المهنة، وذلك بالتعامل مع كل شرائح المؤسسة والشركاء الاجتماعيين والمنظمات الطلابية من أجل بعث الثقة والاحترام المتبادل بين كل أعضاء الأسرة الجامعية مما ساهم في استقرار مؤسستنا. السيدات والسادة الحضور، تعتز إدارتنا بتطبيق نظام الحوكمة من خلال رقمنة كل المصالح الإدارية والبيضاوجية، وقد أسسنا كذلك مبدأ التقييم الذاتي والدوري من خلال الاجتماع الشهري لمجلس المديرية استشرافا لحل كل المشاكل المتوقعة مسبقا. هذا غير من فيض عن جامعتنا، فلنا كل الفخر والاعتزاز أن نكون لبنة ولو صغيرة في بناء التنمية المحلية والوطنية والمساهمة في تكوين طالب يمثل نشأ وأملا وإطارا فعالا في كتابة مستقبل النهضة وتطور بلده وصمام أمام في صور الجزائر الحصين. فنحن نرجو أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وامتثالا لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ووفاء لأمانة الشهداء الأبرار وخدمة لهذا الوطن الغالي، جزائرنا يا بلاد الكرم، نفديك بكل ما أوتينا من نعم. سلامنا قوي مفتاحه القسم، نشيدنا يلوي شوامخ القمم. ثورتنا معجزة حيرت الأمم، تاريخنا عميق رسخه الحبر والقلم. جزائرنا يا موطن الهمم، أرضنا طيبة مسقية لأطهارنا. وفي الختام أجدد ترحيبي بالجميع وشكري لكل من شاركنا اليوم حفل افتتاح هذا العام الجامعي، وعلى رأسهم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد الأمين العام ممثلا عن والي ولاية معسكر، وكل من ساهم من قريب ومن بعيد في تنظيم وإنجاح هذا اليوم. ولا يفوتني أيضا أن أترحم على روح كل من فقدته الأسرة الجامعية جراء وباء كورونا، فالله نسأل أن يحشر الجميع في جمرة الشهداء، إن لله وإنا إليه راجعون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر حرة مستقلة آمنة مستقرة متطورة بأبنائها الشرفاء المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.